Untuk selanjutnya, peserta untuk cabang kirat sabah, sesi pertama yang terakhir ini, kami panggil nomor peserta dengan nomor tampil 252 yang akan baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 halaman 24 dengan bacaan Imam Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazi Kunbul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله in